أول ما جينا النعسان بعد ما شفنا جودة في برنامج اللي بعده، طالبة بيت تلمها هي ولدها البيبي. خدمة كبيرة تخدمت، سكرت الدار، حضرت الانستالاسيون بتاع الماء والضوء، طلعوا لحيوت بتاع القسمة وتليقت الفساد. وفما خدمة كبيرة ختمها الأرشيتكت صاحبي بن صالح والبيلوت مهدي المجيد والمتمثلة في تحضير لي بلان لي كوموند وبلانينغ الخدمة. فما دي كوموند تبعثوا باغ ايميل. بعد ما اختار الأرشيتكت لي شامبرا كوشي زوز من عند سوتو فاب، بعث لي كوموند بتاع لي ماتلا باغ ايميل لرستم في كونفورتكس. لانكونتورنابل رستم يحضر لي ماتلا حسب لي بوزوان تاعنا وحسب الكاليتي المطلوبة. يعني فما دي ماتلا ستاندار واللي قياساتهم عاديين، وفما دي ماتلا يتصنعوا سيغ مزور مهما كان قياس الفرش ونوعية الماتلا اللي نطلبوها. لو شوا ساهل برشا وغابيد بفضل سيت انترنت كونفورتكس اللي نلقاو فيه لي ديتاي الكل متاع لي ماتلا مهما كان نوعهم بالخاصيات متاع كل ماتلا. دار جودة لو شوا كان دو ماتلا بكاليتي ممتازة لازمهم يرتحوا ظهر وفيهم انديبوندونس دو كوشاج. كوموند باش يتلهى بها شخصيا رستم باش يفرح مدام جودة وصغيرها. كارتاغو سيراميك بارتنير رودوا خير شركة 100% تونسية بكاليتي اكسيبسيونيل، ليدر في البرودكسيون والديستريبيوسيون تاع لي كارو سيراميك لي ريفيتمون دو سول و دو مور و الكري سيرام. كارتاغو سيراميك باش يبداو اليوم في البوز تاع الريفيتمون في دار جودة. واللي يميز الخدمة في برنامجنا هو لسبري ديكيب. كل بارتنير ديما يحاول يحضر الخدمة للي بعده. وديربي غوم بداو جوستومون في تحضير السيمون كول، كول دو باتيمون نستعملوها في القاعة انتيريور و اكستيريور، ونلصقوا بها الغوفيتمون مهما كان نوعه على أي نوع متاع سوبور قديم ولا جديد. بالسيمون كول لي بوزور كارتاغو سيراميك باش يركبوا في الصالة نوفوتي 2020 في الكري. فورما جديد 60 على 60 سنتي. نحكيو على السوفت غريج اللي فيه لا توندونس انديمودابل لفي سيمون. الغري هذا صابر يعني يمشي مع اي سباس، سهل في البوز والفورما نتاعو يربحنا في الوقت ويزيد يعطي غروندور وضخامه للسباس. وباش تبدا عندنا هارموني وكونتينيتي في الدار، نفس الغري سوفت غريج افي سيمون باش يكملوا يركبوه لي بوزور نتاع كارتاغو سيراميك في سال دو بان والكوجين. بالصباح والكيب تخدم ومع طلوع الشمس خلطوا البيوت النوم تاع جودة ولدها. ولهنا اختار الارشيتكت غري اخر كارتاغو سيراميك. فومي غري الفورما نتاعو 33 على 33 سنتي. تكستور انتي ديرابانت باش نضمنو سيكوريتي للصغير وفاسيل ا نيتوايي باش نرتحو مولات الدار. كل برودوي طلبناه من كارتاغو سيراميك الا واستجابوا. بالعكس كانوا ديما يقترحوا علينا لي نوفيل كوليكسيون اود جام اخر لي توندونس. والمهم كيف ما يقولوا لنا ديما أنو صغير يكبر في دار مزيانة وكونفورتابل، الشيء اللي خلى نوال كارتاغو سيراميك ديما واقفة على الخدمة. احنا اليوم جينا دار جودة، سمعنا قصتها كيما سمعوها توانسة الكل، مستنا برشا. كيفاش مرأة هي وبيبي عمر 6 شهور عايشين في الخلاء، ما فما حتى سيكوريتي، دار مصيبة. دونك احنا جينا كارتاغو سيراميك حبينا نفرحوها وحبينا نعاونوها بأحسن ما عندنا من لي برودوي نتاعنا دو ريفيتمون سول ومور. واختار احسن ما عندنا احنا والاركيتكت صاحبي باش نفرحوا مدام جوده. لي برودوي تاع كارتاغو سيراميك الكل على ذمه دار مدام جوده، والهدف هو ان نفرحوها ونرجعوها لدارها في اسرع وقت ممكن. لي زيكيب الكل يخدموا ليل مع نهار، ما يحسبوش سوايع ولا تعب، المهم الدار تحضر في الاجال ويسكنوا جوده وولدها في دارهم الجديده. وهشام كنوف بدا في خدمه جوانتمون تاع لي بلاك دو بلاتر في الحيوط. جوانتمون يخلي الحيوط تظهر كلش عليها بلاك وحده ويزيد يغطي بلاصه لي فيس. وهذا الكاروكول ديربيغوم المصنوع سبيسيالمون لتلصيق لي روفيتمون في الحيوط. في وسط لي لوكو مهما كانوا الحيوط، لوح بلاك دو بلاتر والا روفيتمون قديم، الكاروكول فيه فورس نتاع كولاج كبيره برشا. والافونتاج الكبير اللي فيه هو كونه مخلط حاضر للاستعمال.
بالكاروكول ليكيب دو بوز كارتاغو سيراميك اشتغل في السال دو بان وين الحيط كنوف نوفوتي اسمها فريدوم جري ارتيكل ياسر توندانس والتكستور اللي فيه تفكرنا في اليوني اللي نلقاوها في البابي بان السال دو بان تاعنا حابينها صوبر واليغانت. وقبل ما يبدا بوزور كارتاغو سيراميك الخدمه على الحيط اللي يجور لازم ديربي غوم يحضروا له لاكول ادابتي واللي هي الكارو مور مورتيي كول يتخلط بالماء لصقوا به اي نوع بتاع كارو حتى رخام على حيوت الداخل والبرا وبالكارو مور ديربي غوم باش نكتشفوا اون نوفوتي اكسيبسيونيل طوروها سنا كارتاغو سيراميك لا بيس ديكوراتيف نتاع الفريدوم جري اللي فيها ان ايفي بابي بان نيونسي البيس هذه تيلمون رافيني وكلاس اللي نجمو نخدموها في لي كويزين لي سال دو بان كيف ما لهنا ونجمو زادا نخدموها كتيت دو لي والا ديكوراسيون في لي سالون ولي سال ا مانجي. للكوجينا شوا الاركيتكت صاحبي كان اكثر في ليسبري نتاع الغيتي مع روفيتمون يعطي اكثر لوميير للاسباس ابولو غري كلير في ليفي 3D نوفوتي جديده في كارتاغو سيراميك. الروفيتمون هذا ما اختاروش الاركيتكت بالصدفه اما خدم عليه حسب لون المابل اللي باش يركب واللي سهل عليه الحكايه هو الشوا الكبير في كارتاغو سيراميك. البلانينغ اللي حضروا لو بيلوت دو شانتيي مهدي المجيد فيه تسلسل الخدمه حسب لي انترفونون قبل ما تدخل الكوجينا وبعد ما يشيح الروفيتمون لازم التمريق ان برودوي انكونتورنابل ديربي غوم الكارو جوان اللي ان بلوس من كونه متوفر في برشا الوان يمشيو مع اي لون متاع روفيتمون سيد امبرميابل ما يخليش الماء يزرف تحت الحيط والا لو سوبور وريزيستون بالكدا لدرجه ان نجمو نخدموه حتى في لي زيكستيريور قاع والا حيوط. الكارو جوان نلقاوه في اسطله 3 6 والا 12 كيلو. دلتا كويزين واحدة من أول الشركات التوانسة اللي تخصوا في الفابريكاسيون بتاع موبل الكوجينات باش يكونوا معانا في غدوة خير بداية من دار جودة في نعسان وين ما كانش فما أصلا كوجينا. اليوم إكيب دلتا كويزين خلطوا الشانتي بموبل حضروه لي كونسيبتور دو لا مارك مع الأرشيتكت صاحبي بن صالح. الكوجينا صغيرة ولازم أوبتيميزاسيون تاع الإسباس هذاك علاش الشوا متاع الموبل أون لين مع دي رانجمون اللوطا والفوق. الكوجينا من لي بيست سيلر متاع دلتا كويزين فينيسيون كاشمير مات من باليت دو كولور نود هي توندونس في 2020 لي بواني والسوكل كحل باش يكون فما كونتراست يعطي انيماسيون للكوجينا. لي رانجمون دلتا كويزين كبار وينجمو يرفعو برشا كاليتي الكوجينا تخليها ريزيستانت وتنظف بسهوله وزيد تعيش برشا. في دلتا كويزين التفاعل كان كبير برشا مع حكايه الدار واللي باش يعيشوا فيها. احنا جينا من الاول لدار الدار مدام جوده دونك ليتا نتاعها اللي تي كاتاستروفيك دار سقف القاع ما غير حيوت ما غير حتى شيء دونك اون تي شوكي كيفاش اون فامي ان بيبي يسكنوا في دار كيتا كيف هكا. قعدنا سنين حتى الحيوت طلعوا دار تكونت شويه وشفنا مع الاركيتكت شنو نجمو نعملوا في الكوجينه خدمنا اون كويزين فورم اون ليني ركزنا شويه على الشوي دي كولور باش تكون الكلها امرياج دو كولور ومتنسقه كل مع بعضها. خدمنا اون كوزين اون غريج لاكي مات انتي توش انتي ريور انتي شوك دونك حطينا لي بواني نوار و لو سوكل نوار باش عملنا باش نخدم لنا رابيل افيك لو بلان دو ترافاي اي ليكيبمون. ان شاء الله مدام جوده تعجبها الكوجينه وتعجبها الدار الكل وتبدا اون دوزيام ايتاب حلوه في حياتها ان شاء الله. كيف يخدم الدار ان بروفيسيونيل كل شيء يقرا له حسابه من وقت الكونسيبسيون باش الدار الكل تجي متناسقه. وتخام هي أدريس انكونتورنابل في غدوة خير على خاطر لا ديكوراسيون والبابي بان هما بارتي انتيغرانت من الدار. والبارتنير متاعنا تخام باش يكون معنا في غدوة خير الموسم الأول بدي ديكوراسيون توندونس بكاليتي عالية. لي ديكوراسيون بالطبيعة يكونوا حسب ليسباس اللي عنا من سالون شومبرا كوشي سالا مونجي وإلا غيرهم. الشوا متاع الأرشيتكت تخدم حسب لي تيم اللي اختارهم في كل بيس والشوا لهنا كبير برشا في لي بيبلو لي بوجوار لي بلانت ارتيفيسيال لي فاز لي ستاتو وغيرهم. فينيسيون لوح والا غيرهم والا لي مور فيجيتو
رجعنا النعسان وين البارتنير بريفيليجي متاع غدوة خير بدا في الخدمة. أسترال ليدر في تونس في عالم الدهن ولي سوليوشن التابعين له. ومن لي سوليوشن المهمين لو بريموريكس. امبريسيون فيكساتريس تتخدم على دي سوبور كيف السيمان اللي في المنشر في دار جودة. لو بريموريكس يدخل مليح في السوبور يشبعه ويحضره بالكدا للاندوي. البريموريكس نجمو زادا نستعملوها على حيد مدهون قديم وفيه لاسبي فارينو اللي ما يخليش الدهن يكروشي. لهنا باش نستعملوه قبل لطوفي اكستيريور استرال. اندوي ياسر ريزيستان نخدمو بيه في ليزيسباس البرا باش نعملو غبوشاج وليساج للحيوط. الطوفي اكستيريور ما يتخدمش كان على السيمان. نجمو نخدمو زادا على اليجور لي كارو دو بلاتر البلاتر الحجر وعلى الدهن القديم. لاندوي هذا يشيح فيسع ابيض بالكدا ساهل في لابليكاسيون وزيد ياسر ريزيستان للشمس والمطر. ومازلنا باش نشوفو دي برودوي استرال اخرين برشا في الشانتي متاع نعسان على خاطر البارتنير متاعنا ما بخلش علينا بالكل، خاصه وانه يعرف كيفاش كنت الدار وكيفاش كنت تعيش جوده وولدها. سلاح استرال كان من لي بارتنير اللي حضروا على البروجي وهو مازال فكره. انا اول ما جيت معناتها من اول ما بدا الشانتي من اول لي ريونيون دونك الدار كانت سقف وقاع بون يعطيه الصحه هو اللي بدالها في الشانتي اما سيتي دي كونديسيون صعاب ياسر. واول حاجه معناتها لو بلوز اورجون هو باش نحضروا لها الدار في اقرب وقت. دونك احنا قعدنا مع الاركيتكت ونصحناه على دي برودوي اللي باش يربحونا الوقت. عندنا بالنسبه للاندوي خدمنا لاندوي اون بات نربحوا الوقت بتاع التخليط بيان سور برودوي اصح. وبالنسبه لقيت لي برودوي عندنا اللاكالو والفي بلس معناتها بالنسبه للوح عندنا فيرني بالماء اللي هو بيان سور باش يكون الشيح بتاعو اسرع، واللاكالو اللي هو لاكي ويشيح فيسع وما فيهش ريحه بالنسبه للبيبي معناتها حاجه باهيه اللي ما تقعدش ريحه السولفون في الدار. هذا كل بيان سور اون غاردون الكاليتي المعروفه بتاع استرال اللي هي احسن كاليتي. ان شاء الله نكونوا دون لي ديلي وتحضر الدار في اقرب وقت. وباش تحضر الدار في اقرب وقت ليكيب دابليكاسيون استرال باش تخدم تحت بريسيون كبيره. الوقت قصير ولازمهم يحضروا الدار للانترفونون الاخرين، وهذا ما يفسر استعمال الفورمو بريم. امبريسيون تشيح فيسع نستعملوها على لي بلاك دو بلاتر اللوح ولي فون اللي يشربوا السلعه. الفورمو بريم هو باز داكروشاج فيه بينيتراسيون ممتازه في لي سوبور ونجمو نخدموا عليه اي نوع متاع دهن والا غوفيتمون. لاسبي اللي نتحصلوا عليه بلانشاتر والخدمه تكون بالغولو البروس والا البيستولي. الكل ماهو سانيتير معانا في غدوه خير اعمار اللي تجاوبوا برشا مع حكايه جوده واللي باش يفرحوها بسانيتير في السال دو بان الكوجينا والسالون دو كوافيغ زاده. حقيقة جينا شفنا باش نجمو نعاونوها اخترنا ان نخدمو لي برودوي سانيتير اعمار نوفرو لها ضروريات الحياة الحاجات اللي تنجم تستعملها تكون براتيك وتكون استعمالها يكون ساهل. دونك اخترنا ان نخدمو سانيتير تو سكي كوفيت ايفي لافابو. ان شاء الله نكونو عاوننا مدام جودة باش تربي الصغرون اللي عندها ان شاء الله في دلالها وفي عزها، خاطر الحقيقة كي تفرجنا على الحلقة كانت محزنة شوية كيفاش كانت عايشة في الدار أهم ضروريات الحياة مش موجودة. احنا توا جبنا الماتريو اللي قاعد يهبط فيه محمد علي توا ان شاء الله باش ركبوه لو بلوتو بوسيبل بقدر تربي تسكن في دارها كاملة وسانيتير اعمار الكل جاهز للاستعمال. البنوار غافاك اللي اختارها الاركيتكت للدار جودة خلطت زيادة النعسان باش يهبطوها ليكيب للدار على خاطر عنا شوية غدار بسبب المطر اللي خلت أغلبية الكمائن تغرق في الطبع. جينا اليوم رغم الظروف تاع الطقس وكل شيء لكن مصرين باش نجي ونعاونوا مدام جودة هي ولدة. احنا كرافاك نحبوا نعاونوها رينا الحالة الاجتماعية للظروف اللي تعيش فيها وما نجمو كان نعاونوها باللي نقدروا نحنا. جمعتين والسلعة أنواع وأشكال جاية للدار اللي موجودة في بلاصة مسايبة من غير حتى سيكوريتي، وهذا اللي خلينا نطلبه من شركة مختصة أنها تهنينا على الدار واللي فيها. هايبر سيكوريتي وفرت لنا يوميا على طول الشانتي ديزيكيب يحرسوا الدار نهار وليل، واحنا في غدوة خير الخدمة ما تفرقش بين النهار والليل. لا بروف البارتنير متاعنا تكنومار وصل الوقت هذا النعسان بعد ما حضرونا في وقت قياسي لو بلان دو ترافاي. البلان دو ترافاي مصنوع من الكوارتز ماتيريو ريزيستان لكل شيء ما يتبدلش بالوقت مودرن وتنظيفه سهل نلقاوه زاده في برشا الوان. وباللون الاكحل الكوجينه متاعنا نيود ولات ياسر توندونس.
احنا اليوم حبينا نفرحوا مدام جودة كما ما تفرجنا في التلفزة وكما الناس كلها تأثرنا دونك فرحت بها دلتا كويزين ديريكتومون تكنو مابر في وقت قياسي وجيز على الاخر جبنا البلان دو ترافاي اللي هو في النوار نوار ابسولو بلان دو ترافاي اون كوارتز دونك كيف ما اختاروا الارشيتكت نتاعنا وعملنا له البور 4 سنتيمتر والبلان بلان زاد كيف كيف 4 سنتيمتر في النوار دونك حابين نعملوا رابيل على لي بواني نتاع الموبل نتاعنا سي تان برودوي انتي باكتيريان كيف كيف ما يشربش لا زيوت لا الاسيد لا قوارص لا حتى شيء دونك ما تلقاش لي تراس بالكل في البلان دو ترافاي نتاعنا واذا اي حد يحب يلقى البرودوي نتاعنا دونك يلقى في الشوروم نتاعنا تانيت سونتر بروشينمون باش تحل سينو يلقى البرودوي في الشوروم تاع دلتا كويزين وان شاء الله مبروك عليها وان شاء الله تكون فرحانه وهذا هو البيت نتاعنا ويندور جاو اول الشانتي باللي كيسون اللي ركبوا وسط الحيط واليوم مع لافونسمون تاع الشانتي عاودوا رجعوا الناسين بشبابك للدار الكل شبابك من الجام 60 فيهم بيرفورمانس كبيرة في الإيزولاسيون تيرميك باش تحمي الدار في الشتاء والصيف خاصة وأنها إكسبوزي للمطر وللشمس من جهات الأربعة والحاجة المهمة زادة هو أن أول ما جينا للحومة هذه شفنا قداش البلاصة مصايبة والريحة قوية فيها وهذا يعني أنه يلزمنا برودوي فيه إيزولاسيون فونيك الشيء اللي لقيناه في شبابك ويندور وبتبيعه في ويندور الشواء كبير برشا فيما يخص للون الفيلم اللي يخدم بيهم البارتنير متاعنا مهم جوست كولور و تكستور الفيلم هذم يعملوا زادة ريفليكسيون تاع لي غيون يو في باش يزيدوا يحميوا الدار من أشعة الشمس احنا سمعنا بحكاية مدام جودة ويفرحنا كشركة ويندور نعاونوها وتولي عندها دار مزينة القام هذية أباغ الكونفور تغنيك اللي يعطيوها الشبابك فما وسي الكونفور أكوستيك يخليوها ما تتقلقش من الحس اللي موجود البرا لا هي لا البيبي اللي عندها بالنسبة لدار نعسين خاطر بش يكون فيها ديكوراسيون مودرن اخترنا لكولور غريز اللي هي بك افي مات تمشي مع تندنس اللي اختاروها الأولاد للدار الأولاد قاعدين يخدموا إن شاء الله يكملوا دون لي ديلي دوموندي وتولي عندها دار مزيانة تفرح بها مدام جودة إن شاء الله وبقيت ليزيكيب الكل قاعدين يخدموا نون ستوب ويتحدوا في الوقت اللي يجري من ليزيكيب هذوم ليزابليكاتور أسترال اللي لقاو الحل الأنجع والأسرع في خدمة لوندري الحل هو لو سوبل أسترال أندوي أن بات حاضر للإستعمال فيه الأحمر والأزرق كيف التوفي لهنا ليزابليكاتور يستعملوا في سوبل أسترال الأزرق لليساج متاع الحيوط أون انتيريور وهكا نكونوا ضمننا أبسوربسيون ضعيفة أبليكاسيون سهلة ورابيد وأديرانس ممتازة من غير سور إيبيسور نخليو ليزابليكاتور أسترال يكملوا الخدمة ونمشيو لأونيفير الدهر برقي وغيدو لهنا لازمنا نختاروا بارمي آلاف لي تيسو وعشرات لي فينيسيون لي غيدو لدار جودة في نعسان كاليتي نوبلس في لي ماتيير و فينيسيون ممتازة مع بوز بروفيسيونيل في دي ديلي روكور هذا الكل يخلي طاهر برقي وريدو بارتنير غدوة خير بطبيعة الارشيتكت باش يختار اللي يمشي مع الكونسيبسيون تاع كل اسباس خدم عليه لكن باش يلقى مع لي كونسيي طاهر برقي وريدو النصيحة و ليكسبيرتيز ويوجهوه للي ماتيير حسب لي بوزوان اللي عندنا في دار نعسان وين من عدم ولا عندنا بيت نوم ادولت بيت صغير سالون سالا مانجي كوجينا سال دو بان مع اسباس نتاع خدمه اللي هو لو سالون دو كوافور اللي باش يضمن الجوده العيش الكريم من شوروم طاهر برقي وريدو رجعنا لنعسان الوقت مغرب والكوموند اللي عديها الارشيتكت عند مون بلان خلطت للدار اكيبمون كامل الكوجينة الدار الجديدة اللي كانت على العرس فور إلكتريك انكاستراب وبلاك وقوت من أخر لي تندنس في عالم الإلكتروميناجي بدي بيرفورمانس كبار وإيكونومي في الإنرجي دي برودوي نلقاوهم عند البارتنير متاعنا مون بلان وين الكاليتي والأكسيسيبيليتي يمشيو مع بعضهم وبطبيعة فريجيدير الكل فينيسيون نوار باش الإلكتروميناجي يمشي مع النوار متاع البلان دو ترافاي ولي بواني متاع الموبل والنتيجة كوجينة متكاملة وديزاين في وقت قياسي رحنا برشا اليوم مون بلان ماذا دخلنا وصلنا ماذا وصلتوا للتاب هذايا فيت في اليوم احنا المون بلان هكا يجي لكم معنا كا باكون كاسترابل معناتها اليوم عندها كوجينة مدام جودة باكون كاسترابل هكا فيها اوت شيميني تروا فيتيس دو لامبليت دو فيلتر ميتاليك لافابل افي افيك دو فيلتر شاربون نوفو موديل افيك ان كوموند انفراروج وعندنا البلاك كات فو اليوماج الكتريك
كات بوتون لوبيسور نتاعها 8 مليمتر معناتها وكان ريسك باش تكسرها. كيف كيف جيم فور 6 فونكسيون شالور طونونت عندنا فيجيتير 350 لتر سيستم دو فروا ستاتيك دو جوبراج اوتوماتيك افيك اون مومبليت. اليوم ان شاء الله فرحناها مدام جودة ان شاء الله مبروك عليها. مازالو بارتنير ردوخير يوصلوا لشانتي نعسان وهذم إيجلو البارتنير دو شوا اللي هي بكل ما هو لومينير توندونس و ايكونوميك اللي يمشيو مع اي ديكوراسيون مودرن والا كلاسيك. خدمة إيجلو باش تكون مهمة ولازمة في دار نعسان كيفها كيف لي بارتنير متاعنا الكل واللي مازالوا باش يكملوا خدمتهم اللي دامت ثلاثة جمعات. شانتي نعسان مكانش سهل بالكل، لا ماء لا ذو لا حتى حاجة تشجع أنه ليزيكيب متاعنا يضحيوا ويبذلوا المجهود هذا الكل. الحاجة الوحيدة اللي تجي بين عينينا باش نكملوا نخدموا في الظروف هذه هي تصوير الصغير اللي عمره ما فاتش السبع شهور اللي ممكن الظروف اللي موفي شوا وإلا الدنيا خلته في الشارع. الكبير يتيح ويقوم ويتصرف لكن بيبي مستحيل نقبلو أن يعيش هكا. حاولنا بلي نجمو مع لي بارتنير متاعنا أن نحضرو دار في وقت قياسي انطلاقا من حتى شيء. الهدف متاعنا نحميو الصغير هذا ونوفرو له أهم حاجة في إكيليبغ الصغار بعد محبة الوالدين واللي هي الدار. الدار هذه شدتنا برشا وقت في الخدمة إفكتيفمون خاطر تعاودت كلها من جديد تقعدنا فيها أونفيرون 3 سمان خاطر جوستومون الكا هذايا سي ان كا تخي سبيسيال. المرأة ما عندهاش وين تسكن توا تستنى فينا نحنا باش نكملوا باش تدخل دونك ثلاثة جمعات ينجموا يظهروا برشا أما في الكا هذايا راهو نتسماو عملنا حاجة بالكدا بالكدا خاطر دار كاملة تعمل في ثلاثة جمعات نتصور سان اكسبلوا معناتها.